مطبخ حورية النهاردة بيرحب بكل الناس الحلوة وبيقول لكم النهاردة المطبخ عمل لكم حاجة تحفة. احنا النهاردة مش هناكل في البيت، احنا هنخرج النهاردة ناكل في الشارع، هناكل في المطاعم الصغيرة الجميلة اللي موجودة في الزقاق او الحارة او الحاجات الجميلة بتاعت زمان. طب ما عندكمش وقت تخرجوا؟ طب انا هخرجكم النهاردة وانتم قاعدين في بيوتكم. هنعمل مع بعض النهاردة بقى شوية مكرونة طواجن من بتاعت الشارع، من اللي بنروح نقعد كده صفن 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 ونطلب الاوردر واحد واثنين وثلاثة وتكملة كمان. هنعملها بربع كيلو لحمة وشوية مكرونة وشوية مقادير بسيطة جدا. هنسمي بسم الله ونقول مقاديرنا الأول عشان نعمل الطواجن الجميلة اللي هتفتح نفسنا دي وهتبقى كتير 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 مبروكة. محتاجين نص كيلو مكرونة مسلوقة نص سلقة، وهنتكلم مع بعض ليه مسلوقة نص سلقة، ليه مش نية. وهنحتاج ربع كيلو لحمة مفرومة، بصلاية برنواز، بصلة واحدة بس يا جماعة، فلفلة فلفلتين ثلاثة أربعة اللي انت عايزاه برضو متقطع صغير، وجزراية مبشورة وشوية زيت، الملح والفلفل والبهار بتاعتنا. مش هندخل في الوصفة بتاعتنا أكتر من كده عشان نعمل لها شوية صلصة حلوة. بقى نعمل ايه؟ نسمي بسم الله كده ونقول برضو مع بعض مقادير الصلصة. حلة حلوة هننزل بأي مادة دهنية عندنا، وهننزل بلتر عصير طماطم أو نص لتر، معلقتين ثلاثة صلصة، شوية السكر، ملح، فلفل، بهار، وشكرا على كده. يبقى أقل مقادير قلناها، بس هنطلع في الآخر بصنف خطير جدا مش هيلجأنا إن احنا ننزل الشارع ونشتري حاجات من بره. عشان نعمل الصنف الحلو ده نعمل إيه؟ أول حاجة نسمي بسم الله ونشيل الحلة اللي ملهاش لازمة دي، ونجيب ووك كبير كبير. احنا داخلين، بصوا داخلين معركة، احنا النهاردة عندنا لحمة مفرومة تعظيم سلام، عندنا ربع كيلو على بعضه. نشتغل ازاي؟ نجيب له اكبر ووك عندنا ونسمي بسم الله، وحبه ماده دهنيه سمنه زيت اللي عندنا. بسم الله. يعني انا لما بقول لك الطاجن بتاع الشارع، انت عارفه مهرجان كان اللي احنا عاملينه ده، وكل التكلفه دي مش هتيجي بالظبط تكلفه اتنين طاجن من بره. يعني ممكن تعزمي نفسك وتعزمي الجيران وتعزمي الحبايب وتاكلي النهارده وتاكلي بكره من تكلفة اتنين طاجن بس. هنعمل ايه؟ الووك بتاعنا يسخن وهننزل بالبصلايه. طيب نتكلم في البصل. بسم الله. البصلة بتاعتنا يا جماعة ما تبقاش بصلة يا ريت، أنا عارفة أنا عارفة، بس البصل ولا اللحمة؟ اللحمة ولا البصل؟ يعني أنهي أغلى؟ اللحمة ولا البصل؟ ولا البصل ولا اللحمة؟ البصل يعني. فنحط بصلتين. طب بيعملوا ايه البصلتين؟ بصي بقى، البصل هنا بيكتر اللحمة، بيسكر اللحمة، وبيخلي اللحمة كده تروح في سكة تانية. يعني حطي بصلتين وانتي مش هتلاقيش خالص، ومش هتخافي من طعم البصل. الزيت بتاعنا يا دوب ببدأ يقول، هننزل بقى بكمية البصل العسل. الله، كل ما الطاسة تسخن يا جماعة كل ما الدنيا تبقى أحلى وشغلها يبقى أحلى. البصل خلاص يا حورية نزل، نعمل ايه بقى؟ ها، مدرسة حورية بقى اللي دخل مطبخنا وعرف أسرارنا. فلفل أسمر. بسم الله. شوية يا دوب كده، يعني اللي انا هحطه على اللحمه هحطه على البصل دلوقتي.